دلوقتي هنعمل دلوقتي طبق بتنجان مشوي بالخلطه، حلو جدا جدا جدا. طيب محتاجين ايه بقى؟ محتاجين بتنجان مشوي. بنشويه ازاي؟ بنحطه في الفرن، نقعد نخرمه كده بالسكينه، نرش عليه رشه ملح، نحط عليه زيت عادي او زيت زيتون، ونسيبه في الفرن لحد ما يتشوي. بنطلعه يهدى شويه، نقشره، وبيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص تمام. عندنا ايه تاني النهارده؟ عندنا فلفل رومي، طماطم مفرومه، بصل ابيض مبشور او مفروم فارم خشن، فصوص من الثوم، عصير ليمون، صلصه، سكر. السكر بتدي طعم لذيذ قوي. فلفل حار، وكمان كمون مع ملح وفلفل اسود. تمام. طيب اول حاجه هنعملها ان انا هحط زيت، وهحط الثوم اول حاجه فيه. الثوم لما بينزل مع الزيت اول حاجه ويسخن بيدي نكهه للاكل بطريقه تانية خالص، غير لما بنحطه في النص بيبقى الزيت كله فيه نكهه الثوم القويه، فده بيخلي الاكل كله طعمه حلو قوي لو انتوا بتحبوا الثوم زيي يعني. طيب هحط مكعب زبده، اول ما الزبده تسيح والثوم احس ان هو سخن هحط البصل على طول بعديها. الشوربه اهي، كل ما اسيبها على نار هاديه مع حبه المرقه دي على نار هاديه قوي لمده على الاقل 20 دقيقه، كل ما طعم الشوربه هيبقى قوي جدا. عشان كده انا سايباها براحتها. نكهه الثوم بقى ابتدت تطلع، هحط البصلايه، دي من الاطباق اللي ممكن تدخل الفرن كمان. هسيب بقى البصله لحد ما ايه ما تدبل خالص قبل ما احط عليها الطماطم. عارفين البصلايه بتاعه المحشي لما بنيجي نعمل محشي مش بنسيبها تصفر كده شويه؟ اهو ده اللي انا ايه هسيبه عقبال ما ايه ما اظبط البتنجان. طبعا البتنجان هفرمه فرم خشن وهشيل اي بذور فيه عشان البذور دي بتمرر لما بنيجي نحطها مع الاكل. طيب نجيب بقى البتنجان كده، بصوا هشيل بس الايه البذر الواضح ده كده، لو اتبقى شويه مفيش مشكله. طبعا انا بحس ان البذر اصلا بيدي شكل حلو قوي للبتنجان، يعني من غير البذر البتنجان بيبقى طعمه وشكله عادي جدا، زيه زي الفلفل برضو. بحب البذور قوي اللي بتبقى في الفلفل كده. نشيل بس اللي هما الجامدين قوي دول اللي هما هيمرروا لي الاكله ويخلوا طعمها وحش، لكن الباقي عادي ايه نسيبه. بصوا دول كده هقطعه بالشكل ده. لازم افضل اقلب كده في البصلايه لحسن. بصوا نسيتها في حبه تحمره. طيب هقطعه بالشكل ده كده، احطه هنا كده تاني. طيب نحط بقى الطماطم كده. خلاص ريحه البصل طلعت وبقت حلوه قوي. هحط الطماطم واسيبها تتسبك شويه قبل ما احط لها الصلصه والسكر. هسيبها شويه كده على النار. دلوقتي بصوا بقى الطماطم والبصله والتومه والزيت بقوا عاملين ازاي، بقوا حاجه واحده كده، بقت حلوه قوي. هحط الفلفل السبايسي مع الفلفل البارد ونقلب كويس قوي. هحط رشه كمون ونستمر في التقليب كده. وبعدين شايفين الفلفل ابتدى يدبل، هحط الصلصه ومعاها على طول السكر.
ومعاها على طول عصير الليمون، كل ده في نفس الوقت. يبقى انا حطيت الصلصه مع السكر مع عصير الليمون، هيدي توازن حلو قوي، مزازه وتسكيره كده لذيذه جدا جدا جدا. تغلي بس غلوه واحده، احط معاها البتنجان. خلاص، اول بس بحس انها سخنت قوي. شايفين الطماطم اتسبكت مع الفلفل السبايسي والفلفل الرومي. نحط البتنجان، نخلطهم كويس قوي مع بعض، واسيبهم لمده دقيقه دقيقتين بالكتير قوي، لحد ما البتنجان يمتزج مع الخلطه كده كويس قوي. الله على الريحه. فاضل له ايه هنا بقى؟ عشان عايزين حبه مزازه كده، شويه عصير ليمون. خلصت، خلصت طبق البتنجان اللي بالخلطه الخطير ده. عايزه اقول لكم ريحته تحفه. عايز يتغمس بقى، ده كده عايز يتغمس. على الصبح كده فطار خطير، ريحته مش طبيعيه.